السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. يروى أن فلاحا ذهب إلى جاره يطلب منه حبلا لكي يربط به حماره أمام البيت. اعتذر له الجار وأخبره بأنه لا يملك حبلا، ولكنه نصحه قائلا: يمكنك أن تقوم بنفس الحركات حول عنق الحمار وتظاهر بأنك تربطه ولن يبرح مكانه. أخذ الفلاح بنصيحة جاره، وفي صباح اليوم الموالي وجد الفلاح حماره في مكانه تماما. ربط الفلاح على الحمار وأراد أن يذهب به إلى الحقل، إلا أن الحمار أبى أن يتزحزح من مكانه. حاول الرجل بكل قواه أن يحرك الحمار لكن دون جدوى، حتى أصاب الفلاح اليأس من تحرك الحمار، ثم عاد إلى جاره لطلب النصيحة مرة أخرى. فسأله الجار قائلا: هل تظاهرت للحمار بأنك تفك رباطه؟ رد عليه الفلاح باستغراب: ولكن ليس هناك رباط. أجابه جاره: هذا بالنسبة إليك، أما بالنسبة للحمار فالحبل موجود. عاد الرجل وتظاهر بأنه يفك الحبل، فتحرك الحمار مع الفلاح دون أدنى مقاومة. لا تسخر من هذا الحمار، فبعض الناس أيضا يكونون أسرى لعادات أو قناعات وهمية تقيدهم، وما عليهم سوى أن يكتشفوا الحبل الخفي الذي يحول دون بلوغهم إلى أهدافهم وتحقيقها.